شوفوا البالما نزلوا بيبسي بلو بالما، رائع، لونه خرافي. كان في منه لون أبيض تذكرونه موجود منه، يمكن خلاص يمكن كمان عمل سولد أوت الحين بشوفه. ترى أنا أخذ لي فترة مشغولة عن البوتيك وأتابع من بعيد لبعيد، بس اليوم مبسوطة مع التنزيلات. لونه خرافي، خقاقي مو خرافي بس. بل ما هذين مبدعين. والحين اللون الجديد أوريكم إياه، طبعا أنا طلبته من بوتيكات. واو واو، على فكرة بقول لكم على شيء، تعرفون إن بالما رفض يسوي أي شيء أونلاين إلا مع بوتيكات؟ هذا الأزرق موجود في بوتيكات، وايد حلو، شوفوا لونه، مع إنه الإكسلوس الأبيض كمان إكسلوسيف في بوتيكي، بس صراحة لونه هذا خرافي. بالمن مسوينا حصري مع بوتيكات سواء لونه أو سعره. طبعا ما يحتاج أحكي لكم عن الستريتنر، أتوقع الكل عارف وسامع عنه. عن جودته قاعد أحكي، مرة ممتاز، بسرعة يسوي وحار، مع أنه وايرلس بس رهيب، نفس مستوى اللي على الكهرباء تحطينه نفسه بالضبط، مرة حار. طبعا وش فكرته؟ أنه تاخذينه معك الشنطة بدون سلك ولا شيء، بس تشحنينه. عن الأشياء اللي لاحظتها، مع أنه كثير أشياء تنزل حقة شعر بس أجرب وحلوة، بس أنا ما أحس أني بتكلم عنها، بس هذا ممتاز. شحنة قاعد معي، سويت شعري مرتين وشعري الشحن معي ما قطع فجأة، يعني تخافين أنه مثلا تسوي نص شعرك ويوقف، لا والله قاعد معي. ثاني شيء، مرة حار، نفس حرارة اللي لما تشحنينها على الكهرباء، فمرة مفيد للي عزايم فجأة تبين تسوين شعرك فجأة، معك بالشنطة وحجمه حلو، ما هو بصغير مرة. أنا أوريكم إياه، يعني هذا هي يدي، شوفوا شغلة قدامكم، شوفوا أنا فل الشحن اليوم شحنته. طبعا بخصوص الحرارة، تبغينها واطية ولا ميديوم ولا عالية؟ أنا أحطها دائما على الحار، يا ليت عندي أحد أسوي شعره فيه، خلينا نشوف. بالمشكلة كلهم شعرهم مرة ناعم هنا، استنى عليه شوي لما يحتر، بسرعة يحتر، والله صراحة مرة مفيد، يفك أزمات. يعني بما أن صرنا نسوق، أحس أشحني وخليه في السيارة، شعرك من النوع اللي ينزل بسرعة، يهبط بسرعة وراك زواج، فبالسيارة تبين تعيدين عليه ولا اللي هو. طبعا ما شاء الله هي شعرها ناعم أساسا، بسويكم على كيرلي وناعم. شوفوا هنا هذه الخصلة مسويتها، هنا لا، بسوي خصلة ثانية، خليك عادي فاتحة. طب بسوي ويفي فيه عشان تشوفون الويفي كيف معاه، بسوي لها ويفي، حار أقول لكم، كنا كيف كنا اللي تشبكينه فيش، شوفوا هنا.